اهلا بيكم في المحاضره سوري الثالثه في ماده اداره المنشات الماليه لطلبه التعليم المفتوح. هبدا ان انا اتكلم في المحاضره دي اللي هي المحاضره الثالثه، تعتبر المحاضره الثالثه والاخيره ان شاء الله. في بتكلم عن السيوله في البنوك التجاريه. احنا تناولنا مفاهيم السيوله اوريدي في المحاضره اللي قبل كده، بدانا ان احنا نتكلم على المفاهيم بتاعتها، بدانا ان احنا نتكلم على علاقتها بالربحيه، وعرفنا ان في علاقه عكسيه ما بين ربحية الأصل وما بين سيولته، فكل ما بتزيد سيولة هذا الأصل بتقل الربحية بتاعته طبيعي. بعد كده عندي في حاجة كمان، هي عبارة عن إيه؟ بدأ يكلمني إن في حالات عملية أو إن أنا أحسبها إزاي، وقلنا وفقاً إلى إن السيولة ببدأ إن أنا أتناولها من خلال مصطلحين، مصطلح اللي هو نسبة الاحتياط القانوني ومصطلح نسبة السيولة القانونية. تمام؟ عندي أولاً سبق القول في المحاضرة السابقة أنه يمكن التعرف على السيولة من خلال التعرف على كل من واحد نسبة الاحتياط القانوني. فقال لي هنا أن عندي دي نسبة بيلزم فيها البنك المركزي البنوك التجارية، يعني البنوك، وبتقر فيها نسبة معينة لابد من البنوك من الاحتفاظ بها كرصيد دائم مما لديه من الودائع. يعني بمعنى أصح الكلام ده، نسبة الاحتياط القانوني هي نسبة الودائع التي بيجب على البنك التجاري أن يحتفظ بها. نسبة الاحتياط القانوني هي عبارة عن نسبة الودائع التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ بها وفقاً لما نص عليه البنك المركزي. تمام؟ يبقى نسبة الاحتياط القانوني هي نسبة الودائع المفروض أن أنا ألتزم بها. بعد كده نسبة السيولة القانونية، ودي هنعرفها دلوقتي، ليها قانون كبير شوية بس يعني هنشوف هنشتغله إزاي. وكل منهما له قانون لحسابه كالتالي. ده بيبقى عبارة عن إيه؟ أولاً نسبة الاحتياط القانوني هي عبارة عن، مش احنا قلنا ان نسبة الاحتياط القانوني هي عبارة عن مقدار الودائع اللي انا المفروض احتفظ بيها، فانا بشوف نسبة النقود لدى البنك المركزي على الودائع بالجنيه المصري. انا بشوف نسبة النقود لدى البنك المركزي او النقدية لدى المركزي على الودائع بالجنيه المصري، وبتطلع لي نسبة معينة. تمام؟ ببدأ ان انا اشوف ان البنك مثلا محدد ان نسبة الاحتياط القانوني دي تبقى 30%، لو انا جبت اقل من 30% يبقى انا غير ملتزم بهذه النسبة. حلو؟ مش كل ما تكتر تبقى حلوة، بالعكس. يعني البنك هو محدد نسبة معينة ولتكن 30، قلت عن 30 يبقى انا غير ملتزم، زادت عن 30 كان بها، لكن انا ما بعملهاش معاملة الارقام العادية. يعني بعد كده نسبة السيولة القانونية، بص السيولة القانونية هي كبيرة شوية. قال لي هنا هي عبارة عن نقدية بالصندوق زائد الفائض في الأرصدة الاحتياطية لدى المركزي. يعني لو فضل، لو كان عندك نسبة احتياطي قانوني فوق الاحتياطي اللي البنك كان محدده، ودي عادة ما بتبقاش موجودة، يبقى نقدية بالصندوق الفائض في الأرصدة لدى الاحتياطية لدى البنك المركزي، يعني لو طلع لي نسبة احتياطي قانوني فوق زيادة عن البنك مفردها عليا هبدأ إن أنا أحطها هنا، لكن طبيعي إنها مش بتطلع. شيكات وحوالات تحت التحصيل، أذون خزانة وأوراق مالية حكومية، أوراق مالية وتجارية مخصومة تستحق الدفع خلال 3 شهور، وركز لي على 3 شهور دي، صافي المستحق على البنوك. ماشي، ده كده البسط. على بدأ يقول لي شيكات وحوالات مستحقة الدفع، كان فوق في شيكات وحوالات تحت التحصيل اللي هو البند الثالث. أنا عندي هنا شيكات وحوالات مستحقة الدفع زائد صافي المستحق للبنوك في مصر زائد صافي المستحق للبنوك في الخارج زائد ودائع العملاء زائد 50% من القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان المصدرة. مش كل ده بيجي لك في التمرين، بيجي لك حاجات بسيطة جدا في التمرين هنشوفها دلوقتي. وبرده نسبة السيولة القانونية بيكون البنك محدد لي نسبة معينة عليا الالتزام بيها، قدرت التزم بيها كان بها، ما قدرتش التزم بيها بتفرض عقوبات الى ان يتم الالتزام بها. تمرين فيما يلي ميزانيه احد البنوك التجاريه لعام 2009، بدا يقول ان الاصول عندي نقديه ارصده لدى المركزي، ارصده لدى البنوك الاخرى، اوراق ماليه حكوميه، اي لك زي ده تقريبا، يعني قروض بمبلغ 90، يعني 90 مليون لو الارقام بالمليون. بعد كده بيقول لي هنا كان الاجمالي 127 اجمالي الاصول، وطبيعي ان اجمالي الاصول لازم يساوي اجمالي الخصوم، فانا عندي هنا 17 راس مال، 100 ودائع، مستحق للبنوك 5،
أرباح العام المنتهي 5. في ضوء ذلك المطلوب معرفة مدى التزام البنك بمتطلبات السيولة القانونية. لما يجي لحضرتك معرفة مدى التزامه بمتطلبات السيولة، يبقى حضرتك مطالب إن أنت تحسب لي نسبة الاحتياطي ونسبة السيولة وتقارنهم بالنسب الاحتياطي القانوني اللي البنك فرضها عليا والسيولة القانونية اللي البنك فرضها عليا. تاني، يبقى أنا عندي معرفة مدى التزام البنك بمتطلبات السيولة القانونية، لازم أعمل قانون الاحتياطي القانوني وأقارنه بنسبة الاحتياطي القانوني اللي البنك فرضها عليا. ثانيا، التعرف على السيولة القانونية أو حسابها ومقارنتها باللي البنك فرضها. الحل: نسبة الاحتياط القانوني النقدية لدى المركزي أو النقود لدى المركزي على الودائع بالجنيه المصري. طب النقود لدى المركزي كانت 12 مليون، على الودائع 100 مليون، يبقى عندي هنا 12%. طب بص يا سيدي، نسبة الاحتياط القانوني في التمرين التي حددها البنك المركزي كانت 25%، يعني قال لي لازم يبقى عندي احتياطي قانوني 25%. طلع ان الاحتياطي القانوني عند حضرتك هو عبارة عن 12%، بمعنى ان هناك عجز قدره 13%، يعني اللي هي 25% ناقص ال 12 اللي انا طلعتها، يبقى في عجز بمقدار 13%، فلا بد من الوفاء بيه الاول قبل ما انحى قروض جديده. يبقى تاني، اول حاجه في التمرين انا جبت نسبه الاحتياطي القانوني اللي هي النقديه لدى المركزي على الودائع بالجنيه المصري، طلعت لي 12، كان البنك المركزي محدد لي انها لازم تبقى 25 وانا طلعتها 12، يبقى انا عندي هنا عجز بمقدار 13%، لازم اوفي بيه الاول قبل ما امنح قروض جديده. طيب نسبة السيولة القانونية، مش كل القانون اللي عندي كان موجود في التمرين، عندي نقدية بالصندوق وعندي أرصدة لدى البنك المركزي وعندي أرصدة لدى البنوك الأخرى وأوراق مالية حكومية. نقدية بالصندوق موجودة، أرصدة لدى البنوك الأخرى وأوراق مالية حكومية موجودة، الفائض لدى المركزي أهو أو الفائض في الأرصدة الاحتياطية لدى المركزي ما عنديش، هتبقى بصفر، لأن حضرتك نسبة الاحتياطي أنت ما عدتش ال 25، ده أنت 12. لو عديت ال 25 يبقى ده الفائض هيتحط هنا، تمام؟ طب هحسبها ازاي؟ هلاقيها عندي 10 اللي هي النقديه بالصندوق زائد صفر لان نسبه الاحتياطي القانوني اللي عندي هي اصلا طلعت 12، هي المفروض كانت تطلع 25 او اكتر عشان يبقى فيه فائض. بعد كده عندي هنا 10 كمان اللي هو عباره عن الارصده لدى البنوك الاخرى والاوراق الماليه الحكوميه 5، تمام؟ على صافي المستحق البنوك في الخارج هي عبارة عن 5 زائد ودائع العملاء هي عبارة عن 100، طيب هتساوي 24%. طب كانت نسبة السيولة القانونية كام؟ نسبة السيولة القانونية اللي حددها البنك اللي المفروض أنا كنت ألتزم بيها، أو كان المفروض عشان أقول أنا قدرت إن أنا ألتزم بمعايير السيولة عندي، إنها تطلع 30، مما يعني أن هناك عجز قدره 6%، فلا بد من معالجة هذا العجز أو ينتظر الجزاء الذي نص عليه قانون البنوك والائتمان. يبقى هنا ولا طلع ملتزم بالاحتياطي القانوني لأن البنك كان نص على وجود 25% احتياطي، طلع عندي 12، النسبة اللي أقرها البنك عشان السيولة كانت 30، أنا طلعت 24، فأنا عندي هنا عجز في الاحتياطي بمقدار 13 وعجز في السيولة بمقدار 6، تمام؟ عندي بقى بعض العلامات، أو بمعنى أصح بعض العبارات تحط عليها علامات صح أو خطأ مع التعليق، وده بيجي في الامتحان، تمام؟ صح أو خطأ مع التعليق، يبقى خلي بالك انت بتعلق في الحالتين، في الصح وفي الغلط. السيولة في البنك التجاري اخطر من السيولة في المشروعات التجارية، العبارة دي صح. ليه؟ اولا قال لك لان السيولة في البنك التجاري هي اهم من الشركات، ده البند الاول، لان خلي بالك لو انت بتتعامل كبنك غير ما تكون بتتعامل كشركة، الطبيعي ان انا اروح البنك لازم بمجرد اصداري لامر ان انا محتاجه فلوس لازم البنك يبقى يديها لي، ما يقوليش لا ده انا ما ينفعش اديك فلوس النهارده، ده انا هديها لك بكره. يبقى لان السيوله في البنك التجاري اهم من السيوله في الشركات، حيث ان في البنك تتمثل في ودائع العملاء التي لا يمكن الامتناع عن سدادها، يعني ما واحد يجي يطلب بفلوسه ما ينفعش ان انا اقول له ما عنديش فلوس او ما اقدرش اسددها. اما الشركات فمن الممكن ان تقوم بتاجيل سداد الديون بالاتفاق مع العملاء. يبقى تاني، يبقى السيوله في البنك التجاري اخطر او اهم من السيوله في المشروعات التجاريه، لان السيوله في البنك التجاري بتبقى حضرتك مسؤول عن ان انت ترد ودائع العملاء، فلا يمكن لا يمكن الامتناع عن سدادها. اما بالنسبه للشركات فممكن انها تاجل ديونها دي بالاتفاق مع العملاء بتوعها. نسبة الاحتياط القانوني هي عبارة عن الأموال السائلة التي يحتفظ البنك بها لديه. لا احنا معرفناهاش كده، احنا عرفناها على انها نسبة الودائع، نسبة ودائع البنك التجاري التي يحتفظ بها لدى المركزي. تاني، يبقى هي عبارة عن ان بيبقى فيه نسبة من الودائع الموجودة في البنك دي لازم ياخدها يحطها في البنك المركزي، هي ديت نسبة الاحتياطي القانوني.
ولكن ما اقدرش اعرفها على انها الاموال السائله التي يحتفظ بها البنك، عشان كده العباره دي غلط. طب العباره الثالثه، بتعد كل الاوراق التجاريه المخصومه هي اصول سائله من وجهه نظر البنك التجاري، ودي غلط لان التعليق عليها مش كل الاوراق. خلي بالك انا قلت لك خلي بالك من رقم معين، لان فقط الاوراق التجاريه المخصومه لاقل من 3 شهور هي التي تعد ضمن الاصول السائله. يبقى مش كل الاوراق التجاريه المخصومه هي اصل سائل، الاوراق التجاريه المخصومه الاقل من 3 شهور بس هي اللي ضمن الاصول السائله. تمام، وبكده نكون خلصنا المحاضره الثالثه وانتهى المنهج، و بالتوفيق والنجاح. وكان معاكم دكتور سميرة علام، شكرا.